تقاس قوة البلدان بقوة مؤسساتها في الداخل وقوة علاقاتها وتأثيرها في القرار السياسي وصنعه خارجيا. على ذلك الأساس سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقوية العراق سياسيا عبر اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي عدت ركيزة أساسية استندت عليها الشراكة العراقية الأمريكية خلال عام 2022، إذ لم تدخر واشنطن جهدا لحث بغداد للحوار والعمل بان جمود سياسي طويل أخر تشكيل الحكومة قرابة عام وهدد كيان الدولة وسط دعوات لتغيير النظام السياسي. بالعراقي يناقش اليوم ملف العلاقات السياسية بين واشنطن وبغداد خلال عام 2022. خليكم معنا. أهلا بكم في بالعراقي، معكم علي الزبيدي. شهد العراق منذ مطلع العام الجاري عدد من الأزمات على المستوى السياسي سببها استمرار الخلافات على نتائج الانتخابات والتي تطورت فيما بعد حتى وصلت إلى الاشتباكات المسلحة بين أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي. التقرير. يعتبر عام 2022 أحد أكثر الأعوام زحمة بالأزمات السياسية في العراق، فمنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات المبكرة العام الماضي تصاعدت حدة الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية حتى وصلت إلى ما كان يعرف بحالة الانسداد السياسي والتي استمرت لعدة شهور، ما دفع جميع نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من البرلمان بطلب من زعيم التيار مقتدى الصدر. أبرز أزمة سياسية حدثت في النصف الأول من هذا العام هي الاعتراف بنتائج الانتخابات والمصادقة عليها، ثم الذهاب إلى أزمة انتخاب رئيس البرلمان، وهذه نقطة تحول داخل المشهد السياسي حيث قسمت المنظومة السياسية إلى فريقين، فريق مع وفريق ضد لتلك المواقف المطروحة، وذهبت بالبلاد إلى حالة من الشلل السياسي. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل عمد الصدريون إلى استخدام الشارع والإعلان عن تظاهرات حاشدة تحولت فيما بعد إلى اعتصام مفتوح حول مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء للمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة قبل أن تتطور الأحداث إلى اقتحام القصر الحكومي مع رفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام السياسي. لكن الأمر تحول فيما بعد إلى اشتباكات مسلحة بين أنصار الصدر من جهة والإطار من جهة أخرى أودت بحياة العشرات من المتظاهرين. من أهم التحولات السياسية في عام 2022 هو لجوء التيار الصدري للانسحاب من البرلمان وترك الحياة السياسية والذهاب إلى الشارع باحتجاجات داخل المنطقة الخضراء، مما دفع الإطار أيضا إلى الدخول المنطقة الخضراء من الجهة الأخرى. كل التظاهرات والاحتجاجات التي حصلت في العراق سياسية بحتة بتوجيه من القادة السياسيين داخل المنطقة الخضراء بحماية الحكومة. ومع كل هذه الأحداث المتسارعة في العراق والتطورات المستمرة طوال العام، وأصلت ردود الفعل الدولية التأكيد على أهمية الحوار ونبذ العنف والاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات، إذ دعت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق في أكثر من مناسبة إلى عقد طاولة حوار بين الفرقاء بهدف حل الخلافات، في وقت لم يختلف فيه موقف بعثة الأمم المتحدة لدى العراق عن مواقف السفارة الأمريكية، حينما واصلت البعثة دعواتها إلى تجنب العنف واعتماد الحوار كمبدأ وحيد لتجاوز الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية. حيدر الجابر لبرنامج بالعراقي. يشاركنا الحوار في حلقة اليوم من واشنطن السفير الأمريكي الأسبق في العراق السيد دوغلاس سليمان. معنا أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عقيل عباس
وأيضا السيد كينيث كاتزمان كبير الباحثين في مركز صوفان في واشنطن. ضيوفي الكرام أهلا وسهلا بكم ومساءكم خير. أبدأ معك سعادة السفير سوليمان. واشنطن استمرت في دعمها للعراق حتى أثناء أزمته السياسية والانسداد السياسي الذي استمر لعام حتى تشكيل الحكومة الجديدة. كيف تقيم دعم الولايات المتحدة للحوار السياسي في العراق رغم كل المتغيرات التي شهدتها 2022؟ نعم، أولا أريد أن أحييكم بمناسبة نهاية العام إلى الضيوف وإليكم وإلى المشاهدين. منذ العام 2003 أمريكا ملتزمة بإنجاح الديمقراطية في العراق لتأتي بالاستقرار السياسي والاقتصادي إلى المنطقة، وأمريكا حاولت أن تفعل ذلك مع تكيف مع الوقت. وكما أشرتم في التقرير، أساس العلاقة هو اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي تم توقيعه منذ أكثر من عقد ولكن لم يطبق بطريقة كاملة. ما فعلته أمريكا في العام 2022 هو تسمية السفيرة رومانوفسكي التي حاولت أن تعزز الاتفاق الاستراتيجي في بعض المجالات التي تهم العراقيين على المستوى الاقتصادي طبعا، وأيضا فيما يتعلق بنقص المياه والتغير المناخي وحياة العراقيين اليومية. وواشنطن كانت محبطة بعد كل الوقت الذي كان ضرورياً للتوصل إلى تشكيل الحكومة، ولكن حاولت واشنطن أن تركز على بعض الأمور الأخرى الأساسية بالنسبة لحياة العراقيين العادي. أبقى معك سعادة السفير، يعني تحديات كثيرة، ويعني يبدو للأسف أن اسم العراق مرتبط بالكثير من التحديات، لكن 22 عام 2022 شهد تحديات سياسية من نوع خاص، يعني الانسحاب الصدريين، طبعا مشاكل الاعتراف بالانتخابات أولا، ضعف المشاركة في انتخابات 2021، بعدها شهدنا أيضا مسألة انسحاب الصدريين من البرلمان وأيضا اقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان. كل هذه الشواهد، أعلم أنك لست في العراق لكن عملت في العراق وأنت تتابعها من هنا من الولايات المتحدة، هل كان هناك قلق أمريكي من العمل السياسي في العراق ومستقبل العملية السياسية؟ نعم علي، أريد أن أعطي جوابي من المستوى الأبعد، بمعنى أنه علينا أن ننظر إلى الأزمة الفردية وأن ندرس بشكل عام إن كانت هناك جملة من المشاكل أو من الحلول. ما رأيناه في العام 2022 هو المحاولة الأولى الجدية من قبل فريق سياسي في العراق لمحاولة تشكيل حكومة أغلبية وليس حكومة توافق لإدارة البلاد لتخطي المحاصصة التي رأيناها منذ العام 2005. أعتقد أن واشنطن كانت تأمل أن ترى حكومة ذات أغلبية قريبة من الغرب وأن يكون هناك توافق بين المكونات العراقية للتوصل إلى أغلبية في البرلمان تؤدي إلى اختيار رئيس الوزراء. هذه الفكرة كانت فكرة مقتدى الصدر، رغم أنه ليس صديقا للولايات المتحدة الأمريكية ولا يرحب بالدعم الأمريكي، ولكن الكثيرين في واشنطن كانوا مقتنعين أن العراق يكون بوضع أفضل أو الحكومة تقوم بعمل أفضل عند القضاء على
النظام المحاصصة والتوافق. في إطار عملية تشكيل الحكومة في العام الماضي كان هناك بعض الأمور المشجعة حول كيفية عمل البرلمان، ولكن بعض الأمور المحبطة فيما يتعلق بالتضامن الداخلي في العراق، لأننا شهدنا انقساما كبيرا بين الأحزاب الشيعية وبين الأكراد، وهذه الانقسامات هي التي عرقلت تشكيل حكومة أغلبية، وأخرت أيضا تشكيل الحكومة لحوالي سنة، وواشنطن لم تكن تعرف تماما كيف تتصرف حيال هذه الانقسامات. طيب، وإن كان عليها أن تتحمل هذه المسؤولية. طيب دكتور عقيل، يعني إلى أي مدى أثرت وتأثرت واشنطن بمفارقات وتداخلات السياسة العراقية في عام 22؟ شكرا لك على هذا الاستضافة، تحية لك ولضيفيك ولجمهورك الكريم. طبعا الولايات المتحدة عموما في العراق تراقب الأشياء عن كثب، وقلقها الرئيسي هما أمران: اثنان، زيادة النفوذ الإيراني في البلد، وتغول أو قوة الجماعات الإرهابية. هذان الأمران يقلقانها كثيرا، والتركيز عليهما. على مدى العام 2022 أعتقد النفوذ الإيراني كان مصدر القلق الرئيسي. ما الذي تفعله واشنطن؟ يعني في العادة الولايات المتحدة تستثمر في الحكومات العراقية، بمعنى بعكس ما تقوم به إيران. إيران تتحالف مع مجاميع كثيرة في داخل العراق، مجاميع ما دون الدولة، خارج الدولة، فضلاً عن تحالفها مع الدولة. يعني الدولة تبدو واحدة من القوى التي تتحالف معها إيران، ولذلك السياسة أو الاستراتيجية الإيرانية في إيران ناجحة، الاستراتيجية الإيرانية في العراق ناجحة، لأنها تمسك بخيوط أطراف كثيرة مختلفة داخل الدولة وخارجها. الاستراتيجية الأمريكية عموماً الولايات المتحدة لا تشتغل هكذا، هي تتحالف مع الدولة وتتعاطى مع المؤسسات، وعبر الدولة والمؤسسات هي تريد أن ترى الإصلاحات أو يعني دفع النفوذ الإيراني إلى الوراء، تأكيد سيادة العراق واستقلاله وما إليه. لذلك أعتقد لذات السبب أن الدولة في العراق هشة وضعيفة، استثمار واشنطن فيها لم يؤدي إلى النتائج المتوخاة. بمعنى نحن ما نزال بإزاء دولة ضعيفة لا تستطيع حقيقة، حتى مع الدعم الأمريكي بسبب التناقضات الداخلية للقوى السياسية فيها، لا تستطيع أن تقف على قدميها وتدافع عن سيادتها. أتصور أنه واحدة من الدروس التي تم تعلمها في واشنطن، وإن كان ببطء شديد وبحذر شديد، وهو حذر أنا أقف ضده. الولايات المتحدة مثلا لا تريد أن تستثمر في المجتمع العراقي على النحو المباشر الذي تستثمر فيه إيران. نحن نتحدث عن حركة احتجاجات واسعة في العراق، ما يزال الخطاب الأمريكي عند تعاطيه مع حركة الاحتجاجات هذه يدور في إطار حقوق الإنسان فقط، بمعنى عندما يتعرض المحتجون إلى قسوة حكومية، إلى تجاوز على حقوقهم، نسمع اعتراضات أمريكية. يعني وهذه ليست استراتيجية ناجحة، تحتاج الولايات المتحدة أن تستثمر في القوى الجديدة الصاعدة، القوى الشبابية. المجتمع في العراق ليس عدوا للولايات المتحدة، بعكس ما يشاع هناك المزيد من الخصومة بين المجتمع في العراق وإيران على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، خصوصا بعد عام 2019. ولذلك أنا بتصور استراتيجية الأمريكية لن تنجح في العراق إذا بقيت على الاستثمار في المؤسسات فقط، خصوصا أن هذه المؤسسات شكراً ضعيفة وهشة. طيب شكرا دكتور. خليني أسمع أيضا من سيد كينيث كاتسمان. واشنطن تنشغل سياسيا وأمنيا بعدة مناطق حول العالم، كيف هي نظرة واشنطن وتفاعلها مع الشرق الأوسط والعراق تحديدا خلال 22 من وجهة نظرك سيد كاتسمان؟ نعم طبعا أمريكا تلعب دورا في
المجال الأمني، وما زال لديها حوالي 2500 شخص أو قوات تساعد في التدريب وإسداء النصح وغيره لمكافحة داعش وتفادي عودة التنظيم. وبالتالي أمريكا ما زالت منخرطة إلى حد كبير في تقديم التدريب والمشورة للقوات المسلحة العراقية. سياسياً السنة لم تكن ممتازة بالنسبة لأمريكا في العراق، وتظهر ربما أن العراق ليس أولوية قصوى بالنسبة لأمريكا في المنطقة. باستثناء القوات الموجودة في العراق، ليس لأمريكا قدرات كبيرة للضغط على العراقيين. هناك مساعدات اقتصادية، ولكن جمهورية إيران الإسلامية كما قال الدكتور عاقيل موجودة ولديها الكثير من النفوذ وقدرات الضغط. هم يسلحون ميليشيات كثيرة شيعية، قوات الحشد الشعبي يسيطرون على أماكن الحج، يقدمون الغاز والكهرباء. وبالتالي إيران لديها نفوذ كبير داخل العراق ليس متوفرا لأمريكا. وأعتقد أن أمريكا كانت تأمل أن يفوز التيار الصدري في المواجهة السياسية، ولكن هذا ما لم يحصل. الإطار التنسيقي هو الذي ساد، وهذا ما نراه الآن. طيب، شكرا سيد كاتمان. دعوني أذهب إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل بغداد وواشنطن تجددان الالتزام بمعاهدة الإطار الاستراتيجي. خليكم ويانا. أهلا بكم مجددا، نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام. سعادة السفير دوغلاس سليمان، يعني لعلي أسمع تعليق لك على ما ذكره الدكتور عقيل قبل الفاصل في مسألة أنه على الولايات المتحدة أن تستثمر في الأجيال الجديدة وفقا لكلام دكتور عقيل، وأن الشباب في العراق اليوم لديه خصومة مع إيران في السنتين الأخيرتين يقول دكتور عقيل، وهذا يجب أن تستثمره الولايات المتحدة أو تستثمر به في العراق. نعم، أولا أريد أن أعلق على ما قاله الدكتور كاتسمان. أعتقد أنه على حق. السياسة العراقية في واشنطن لم تعد على الأهمية السابقة، وليست بمستوى أهمية السياسة العراقية لطهران. سياسة طهران حيال العراق أساسية، هي بين أولويات المسائل المتعلقة بسياسة إيران الخارجية. وإيران مستعدة لتقديم تركيزها ومواردها وللمخاطرة في العراق أكثر من أمريكا بكثير. أتفق دائما مع الدكتور عقيل. أعتقد أن شباب العراق لديهم موقف يختلف حيال مستقبل العراق من النخبة السياسية، وطبعا ربما لا يتوافقون مع الميليشيات الشيعية أو مع طهران. وأنا عندما كنت سفيرا وقبل أن أكون سفيرا وجدت صعوبات في التواصل أو الانخراط مع الشباب العراقيين، خاصة على المستوى الاقتصادي. وقد قلت ذلك، أقول ذلك لسنوات. أكبر مشكلة أراها في العراق ليست المشكلة السياسية، بل هي قدرة الحكومة العراقية على تطوير الاقتصاد وربط اقتصاد العراق بالعالم الغربي لتوفير الفرص للشباب العراقي لينمو ويزدهر ويجد فرص عمل يكون لديه أسرة. كل ذلك يتطلب استثمارات، ولكنه يتطلب أيضا تغيرات سياسية لنظام المحاصصة ولطريقة مواجهة الفساد في العراق قبل أن يزدهر الشباب في العراق. أعتقد أن السفيرة رومانوفسكي تركز على هذا
الموضوع على ما نسميه في أمريكا مسائل المطبخ كما نقول، قدرة الحصول على فرص عمل، قدرة المدارس لتوفير مياه الشفة النظيفة أو غيره. هنا أمريكا أنجزت بعض النجاحات، ولكن مجدداً من الصعب جدا بالنسبة لدولة أن تتواصل أو تنخرط مع حركة أو مع جيل كجيل الشباب. هكذا هذه ليست بنية الحكومات، لا يمكنها بسهولة أن تفعل ذلك. رغم أن الدكتور عقيل على حق، من الصعب جدا بالنسبة للحكومة الأمريكية أن تتواصل مع الشباب العراقي وأن تنخرط مع الشباب الذين يريدون أن تتطور بلادهم بطريقة إيجابية. طيب أبقى معك سعد السفير، يعني من خلال هذه الإجابة، وإذا أردت أن يعني لعلي أصيغ سؤال من إجابتك، بما أنه واشنطن والأولوية في واشنطن ليست العراق، لكن بنفس الوقت هناك نشاط مختلف للسفيرة رومانوفسكي في العراق باجتماعات كثيرة مكثفة، التركيز على الملفات الاقتصادية، ملفات المكافحة الفساد، حتى ملفات المناخ. هل ما تقوم به السفيرة الأمريكية في العراق نابع من اهتمام أمريكي في العراق أم نشاط فردي للسفارة والسفيرة؟ بمعنى هذه هي الجهود تريد أن تقوم بها إلينا رومانوفسكي كسفيرة؟ طبعا ذلك يرتكز على السياسة الأمريكية واتفاق الإطار الاستراتيجي. السفراء السابقون أيضا ركزوا على هذه النواحي، ولكن الفارق الآن هو أن تركيز إدارة الرئيس بايدن في العام الأول، العام 2021، كان على إعادة بناء العلاقات مع أوروبا ومع آسيا الصناعية وإجادة السبل للتعاطي مع صعود الصين السياسي والاقتصادي والعسكري في منطقة المحيط الهادئ، ثم مع اجتياح أوكرانيا روسيا لأوكرانيا، التركيز على هذه المشكلة. أمريكا تتعاطى مع كل العالم ولديها مصالح عبر العالم. هذا لا يعني أن أمريكا تعتبر أن العراق غير مهم، ولكن فيما يتعلق بالسياسة الإيرانية أولوية العراق أهم بكثير مقارنة بأمريكا. إيران تتعاطى مع المنطقة، تركز عليها، في حين أن أمريكا تتعاطى مع كل أنحاء العالم. السفيرة رومانوفسكي بالاتفاق مع واشنطن قررت أن تركز على هذه النواحي من الاتفاق الاستراتيجي لأنها تؤثر على الشعب العراقي، ولأنه يصعب أن تفرض على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات في هذا الاتجاه. دكتور عقيل، بين الكاظمي والسوداني كيف اختلفت العلاقة من داخل البيت السياسي العراقي للتعامل مع واشنطن؟ يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة بعد أن استثمرت كثيرا في السيد مصطفى الكاظمي، وكان هناك إحساس غير معلن أمريكي بالخيبة من أن الرجل لن يتخذ الخطوات التي أرادته الولايات المتحدة أو شجعته على القيام بها، ومن ضمنها ضبط الفصائل على الأقل لضمان حماية القوات الأمريكية، لكنه أيضا لردع النفوذ الإيراني. يعني هذا الـ نعم. طيب انقطع الاتصال مع دكتور عقيل. طيب نعود لدكتور عقيل، خليني أذهب الآن طيب أذهب إلى كينيث كاتسمان. سيد كاتسمان، إذا كنت تسمعني، سؤالي لك يرتبط بزيارة قام بها وفد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إلى العراق في الشهر الماضي في أعياد عيد الشكر، وهي زيارة روتينية يقومون بها إلى القوات الأمريكية في خارج الولايات المتحدة، لكن كان على هامش هذه الزيارة زيارة لمسؤولين ولقاء بمسؤولين عراقيين. هنا أسأل، بما أنه العراق ليس على الأولويات بالنسبة للمشرع الأمريكي بالتأكيد وبالنسبة للإدارة الأمريكية، كيف
يمكن للعراق هذه المرة الاستفادة من هذه الزيارات لإيصال صوت العراق إذا صح التعبير إلى المشرع الأمريكي وتثقيف المشرع الأمريكي بالأولويات التي يجب أن يركز عليها؟ نعم أنت على حق. أعضاء الكونغرس في عيد الشكر يسافرون للقاء القوات المسلحة، وكما قلنا في العراق هناك قوات أمريكية في قواعد مختلفة، وهذا ما يفعله أعضاء الكونغرس. كذلك يزورون مثلا دول الخليج لزيارة الجنود الأمريكيين في المنطقة. والاجتماعات الجانبية لهذه الزيارات هي أيضا مهمة، لأنها تعطي القادة العراقيين فرصة للمطالبة بدعم أمريكي اقتصادي، وهناك اهتمام من قبل أمريكا أن تخفف من اعتماد العراق على الكهرباء والغاز الإيرانيين، وهي مصلحة مشتركة يمكن التناقش بها. كذلك المساعدة الاقتصادية، تعزيز البنى التحتية النفطية. أعضاء الكونغرس طبعا مهتمون بإنتاج النفط وتصديره، والعراق مصدر ومنتج أساسي، وهم يريدون أيضا أن يلعب العراق دورا في زيادة إنتاج النفط كما رأينا في اجتماعات أوبك. هذا التوجه مطلوب. هناك أيضا التغيرات المناخية ومواضيع أخرى، البيئة، الشباب، هناك أيضا طبعا إيران والشؤون الأمنية التي تعتبر مركزية بالنسبة لأعضاء الكونغرس. أبقى معك سيد كازمن، يعني أنت عملت لسنوات في واشنطن ولديك خبرة في عمل الكونغرس الأمريكي، هنا أسأل إلى أي مدى فعلا يحتاج العراق أن يركز على إيصال صوت واضح للولايات المتحدة؟ الكونغرس الأمريكي منشغل بالكثير من القضايا، هناك مراكز بحثية تحاول أن تصل إلى الكونغرس، دول تحاول أن توصل صوتها إلى الكونغرس. العراق أين هو من من مما يحصل في واشنطن أقصد؟ نعم، الحكومة العراقية والمسؤولون العراقيون لديهم صوت. هناك أولويات أخرى، هناك الصين والحرب في أوكرانيا طبعا، ولكن هناك أيضا النفط كما سبق وأشرت، والنفط الآن هو مسألة أساسية، والعراق لديه الكثير من النفط. العراق ينتج ويصدر النفط، وهناك شركات أمريكية تعمل في العراق تساعد في إنتاج النفط وتحسين البنى التحتية النفطية في العراق، وذلك بالطبع يعطي أهمية للعراق، وأعضاء الكونغرس سيركزون على هذه النقطة ويتكلمون عن إمكانية زيادة الإنتاج مع المسؤولين العراقيين. ولكن هناك أيضا بعض المنافسة بين المسؤولين، هناك أولويات أخرى أيضا لأمريكا قد تأتي قبل العراق. طيب دكتور عقيل، أعود لك، انقطع الاتصال، أسمع وجهة نظرك، تكملة وجهة نظرك حول الحكومة الكاظمي مع حكومة السودان والعلاقة مع واشنطن، ونستأنف الحوار أيضا بسؤال آخر. تفضل دكتور. يعني أنا كنت أقول أنه رغم دعم الحكومة الأمريكية لحكومة السيد الكاظمي، كان هناك خيبة أمل أمريكية غير معلنة من فشل هذه الحكومة في حماية القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية وفي ردع الفصائل المسلحة التي كانت تستهدف القوات الأمريكية. كان هناك دائما حث وتشجيع أمريكي لحكومة الكاظمي بهذا الصدد. مع حكومة السوداني حقيقة نلاحظ علاقات جيدة جدا، لقاءات كثيرة بين السفيرة الأمريكية وقائد قوات التحالف مع السيد السوداني، دعم له تقدمه الولايات المتحدة في تواصله مع الشركاء الأوروبيين ومع
الشركاء الإقليميين، يبدو أن الولايات المتحدة هنا تفرق على نحو واضح وصحيح برأيي بين حكومة السيد السوداني والإطار التنسيقي، بمعنى هي لديها مواطن قلقها المعتادة من الإطار التنسيقي بسبب الصلات القوية لأطراف الإطار الأساسية مع إيران، وكونها أحيانا تحسب على المعسكر الإيراني، وبين الحكومة العراقية على أساس افتراض هو أميركي عادة أنه الحكومة تتعاطى مع الوقائع، يعني مع القضايا اليومية المرتبطة بالمصالح العراقية، ولا يمكنها أن تكون إيديولوجية بمعنى التبعية لإيران على نحو يمكنه أن يكون عبره الإطار. الحكم وقائع الحكم تجبر الحكومة على قدر من الواقعية والبراغماتية، وهنا جزء من استثمار الولايات المتحدة بهذا الخصوص، فيما الكتلة البرلمانية الأكبر اللي هي الإطار التنسيقي يعني لديها رؤاه الإيديولوجية. أعتقد من الصعب على الولايات المتحدة التواصل وتغيير هذه الرؤى. الوقائع والمصالح هنا هي الأهم بتصوري. هذا القرار الأمريكي في بالتمييز بين الاثنين والاستثمار بحكومة السوداني هو تمييز وقرار صحيح. المهم ألا تتكرر تجربة الفشل مع السيد الكاظمي من خلال إصرار الولايات المتحدة على أهداف محددة وأشياء تحققها الحكومة العراقية الحالية كي تضمن الدعم الأمريكي متواصلا. دكتور، دكتور في هذا الباب، في هذا الباب دكتور، يعني تطلب من الولايات المتحدة أو تقول بأن على الولايات المتحدة أن تفصل ما بين السيد السوداني وما بين الإطار، بالمقابل هنا كيف تقيم قدرة السيد السوداني على الفصل ما بين أجندة البلد السياسية أو أجندة البلد بالعلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة ومع ما تريده بعض أطراف الإطار؟ يعني الرجل في وضع صعب، صعب جدا. هو يعني كتلته السياسية تيار الفراتين ليس لديها إلا مقعدان في البرلمان، يعتمد كليا على الإطار التنسيقي بهذا الصدد، لكنه أيضا يعني لحد الآن أنا أعتقد أداؤه جيد في هذا الملف، بمعنى التمييز بين الإطار التنسيقي وبين مصالح البلاد الحقيقية. ارتكب بعض الأخطاء لا شك، لكن أنا بتصوري أنه حتى الإطار التنسيقي يعيش وضعا صعبا ويشعر أنه بإزاء فرصة أخيرة، ويحتاج أن يمنح رئيس الوزراء بعض الحيز للقيام ببعض الإصلاحات، ربما استيعاب غضب الجمهور. فهناك حيز بتصوري لرئيس الوزراء يمكنه أن يقوم عبره بشيء ما جديد. نحن لا نعرف إلا بالله بعد أن يجرب الرجل حظه. هنا تأتي أهمية دعم الولايات المتحدة، بمعنى تدفعه بالاتجاهات الصحيحة، تقويه، وعلى نحو من الأشكال تجرئه على اتخاذ قرارات جديدة وصارمة ذات طابع إصلاحي في إطار ليس للبلاد، ليس للعراق لديمقراطيته الهشة والمتراجعة الكثير من الوقت. هناك غضب شعبي وهناك ترقب، وهناك يعني لحظة استعداد للقفز على هذا النظام السياسي من مجتمع غاضب على نحو مشروع. تحتاج هذه الحكومة أن تقدم شيئا جديدا، وهذه إحدى الحوافز المهمة. هذا الضغط مهم، ومهم أن يتواصل، ومهم أن تستفيد منه الولايات المتحدة لدفع السيد السوداني بالاتجاهات الصحيحة. شكرا دكتور عقيل. أذهب إلى فاصل أخير، وبعد الفاصل العلاقات السياسية بين بغداد وواشنطن وآفاق المستقبل. خليكم ويانا. أهلا بكم مجددا، نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام. والوقفة لديك
السفير دوغلاس سليمان، إذا كنت تريد أن تعلق على ما جاء في الكلام قبل الفاصل، قبل أن أسألك، رأيتك تأخذ بعض الملاحظات. نعم شكرا. ربما أعلق على ما قاله الدكتور عقيل وأشير إلى مسألة أخرى. أعتقد أن واشنطن يمكنها أن تدعم رئيس الوزراء السوداني في مجالين على الأقل كما قال الدكتور عقيل. أولا فيما يتعلق بسياسة خارجية فاعلة، أمريكا دعمت رئيس الوزراء القازمي في وساطته بين المملكة العربية السعودية وإيران لخفض التوترات في المنطقة، وذلك أدى إلى تحالف دبلوماسي قوي مع كل من الأردن ومصر، وذلك ساعد في تعزيز علاقات العراق مع دول الخليج. أعتقد أن هذا المجال ربما أسهل بالنسبة لرئيس الوزراء السيد السوداني، لأن دعمه السياسي يأتي خاصة من الإطار التنسيقي. مجال آخر أيضا أعتقد أن أمريكا يمكن أن تعمل فيه مع رئيس الوزراء وركز عليه رئيس الوزراء هو جهود مكافحة الفساد. أمريكا تقدم المساعدة التقنية في هذا المجال للتوصل إلى إصلاحات إدارية تخفض من الفساد، وتعمل أيضا على تطبيق القوانين وعلى تحديد الأشخاص الذين أخذوا أموالا من العراق في الماضي، إن كان ربما ممكن إعادة هذه الأموال إلى العراق. في هذين المجالين يمكن لأمريكا أعتقد أن تستمر في مساعدة رئيس الوزراء السوداني. وحول النقطة الثانية، بالنظر إلى أن دعم السوداني يأتي في البرلمان من أعضاء الإطار التنسيقي، وهذا يعني الميليشيات التي استفادت إلى حد كبير من المحاصصة والفساد، السؤال هو هل أن الإطار التنسيقي والفصائل السياسية ضمن الإطار ستسمح للسوداني بإنجاز جهوده المتعلقة بمكافحة الفساد؟ أتمنى أن يكون لديه الشجاعة السياسية للدفع بالأفكار الذي قدمها وزير المال السيد علي العلاوي، ولكن أعتقد أن دعمه السياسي سيتضاعف لو ركز كثيرا على الفساد. طيب يعني أبقى معك سفير سليمان، أيضا هذا العام شهد عدة هجمات وضربات إيرانية تركية على المناطق الحدودية في إقليم كردستان. هذه الهجمات كيف تتابعون تأثيرها على ليس فقط على الاستقرار والأمن في العراق وطبعا سقوط ضحايا في هذه الهجمات، لكن أيضا على المصالح الأمريكية وعلى الاستقرار الاقتصادي للعراق تحديدا للأقليم، يعني الأقليم له أفضلية في الوضع الاقتصادي عن باقي مناطق العراق. نعم علي، سؤال مهم ومعقد جدا ويحتاج ساعة على الأقل للإجابة. أمريكا لديها علاقة خاصة ومختلفة مع تركيا مقارنة بالإيران، وبالتالي أمريكا تنظر بشكل مختلف حول الهجمات الكردية والإيرانية ضد الأكراد. أنا خدمت لفترة طويلة في أنقرة وأعرف أن مواقف تركيا متشددة فيما يتعلق بوجود حزب العمال الكردستاني البيكاكا في العراق وقيامه بهجمات ضد تركيا، ونحن حاولنا ونحاول منذ سنوات أن ندفع الحكومة التركية للتعاون مع الحكومة العراقية وربما مع حكومة الإقليم لوضع حد لنشاطات البيكاكا. وهنا طبعا هناك سجل للهجمات العسكرية المنطلقة من الأراضي العراقية ضد تركيا. أمريكا اليوم تقوم بمجهود كبير في أنقرة لتدفع أنقرة على التعامل مع بغداد بطريقة بناءة، ولكن حول هذه المسألة ليس لأمريكا قدرة للضغط على تركيا رغم أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي. ما هو أهم بالنسبة لواشنطن هو
الهجمات الإيرانية ضد الأكراد في منطقة كردستان العراق واستعمال الصواريخ الباليستية بدل استعمال قوات موالية لإيران لمواجهة أي تحد. وهناك وجود إيراني في العراق، ولكن مستوى العنف ازداد كثيرا وتهريب الأسلحة كان محدودا من العراق إلى إيران. أعتقد أن الهجمات الإيرانية هي محاولة لإبعاد التركيز عن ما يحصل داخل إيران، وليس بالضرورة مواجهة أي معارضة من قبل الأكراد في العراق ضد إيران. ونعرف أيضا أنهم يريدون إبعاد التركيز عن هذه الحركة الكبيرة، خاصة من النساء، لمواجهة النظام الإيراني. أعتقد أن إيران فضلت أن تلوم هذه الاحتجاجات على الأكراد. حتى الآن لم تنجح في ذلك، ولا أعتقد أن هناك تأثير كبير لما تفعله إيران في العراق لتخفيف قدرة الأكراد في مواجهة الحكومة. سيد كاتزمن، التحديات الأمنية التي يمر بها العراق بين فترة وأخرى، يعني لا نتحدث عن هجمات داعش أو سيطرة داعش على ثلث مساحة العراق، لكن التحديات الأمنية لا زالت موجودة. اليوم واشنطن يعني لا زالت تنظر إلى العراق من بعد أو من زاوية أمنية، لكن بدأنا نرى أولويات أخرى عندما نتحدث على الملف العراقي. يعني كيف ترى هذه التحديات اليوم، وهل هي من الجدية التي قد تدعو إلى إعادة تقييم الوضع الأمني في العراق من قبل واشنطن؟ نعم، داعش ما زال يشكل تحديا، ربما ليس كما كان الأمر في الماضي، ولكن التنظيم ما زال موجودا في بعض المناطق النائية ولديه خلايا نائمة، ويشكل بالتالي تهديدا. هناك أيضا الميليشيات المدعومة من إيران التي هي تقنيا من قوات الحكومة، ولكن عمليا تعمل خارج سيطرة الحكومة، وهو تحدي أمني آخر. وهم أحيانا يطلقون الصواريخ ضد القوات الأمريكية أو القواعد التي تعمل منها القوات الأمريكية. ثم هناك تركيا وإيران اللذان يستهدفان الأكراد، ربما لأسباب مختلفة ومع ردة فعل مختلفة من واشنطن، ولكن هذا تحدي أمني. ربما رئيس الوزراء السوداني ليس قلقا جدا، لأن هذه الهجمات تحصل في الأماكن الكردية التي لديها بعض الاستقلالية وفق الدستور، والهجمات الإيرانية ضد الأكراد في العراق لا تقلق ربما رئيس الوزراء السوداني إلى حد كبير. ولكن أعتقد أن أمريكا عليها أن تتخطى النظر إلى العراق عبر المنظور الأمني والمنظور الإيراني، والتركيز على الطاقة، الشباب، البيئة، الفساد. في هذه المجالات أمريكا لأنها تقدم مساعدات اقتصادية يمكنها أن تؤثر، أما إيران طبعا فليس لديها أموال لأنها تعاني من عقوبات ولا يمكنها أن تساعد كثيرا من الناحية الاقتصادية. هنا بالتالي يمكن لأمريكا أن يكون لديها بعض الضغط وأن تضغط باتجاه بعض الأمور الأخرى. دكتور عقيل، الأولويات الأمريكية، يعني يمكن بعد أيام من تشكيل حكومة السوداني كان هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية رومانوفسكي بأن الأولويات كانت محاربة الفساد، توفير فرص عمل، بعدين عراق مستقر وخالي من داعش، ثم موضوع التغير المناخي. يعني إذا أردنا أن نرتب هذه الأولويات، يبدو أنها تغيرت عن الأولوية الأمنية
شلون تشوفها دكتور؟ طبعا هذا في جزء منه انعكاس للواقع على الارض. يعني العراق منذ 2018 تجاوز التهديد الوجودي له عبر تنظيم داعش وقبله تنظيم القاعدة. يعني الإرهاب كان عاملا أساسيا الذي أخر مكافحة الفساد، أخر صناعة الفرص الاقتصادية، يعني ودفع البلد في الاتجاه الصحيح. لكن نحن نتحدث يعني الآن 4 سنوات أو 5 سنوات منذ نهاية التهديد الوجودي الذي مثله تنظيم داعش، ولا تحسن على أي من هذه الجبهات، جبهة مكافحة الفساد، توفير فرص عمل حقيقية وليس التعيين في مؤسسات الدولة، يعني وإرهاق ميزانية الدولة بالمزيد من الرواتب. حقيقة الأمر أنه يعني نهاية المواجهة مع الإرهاب كشفت شكل هذه الطبقة السياسية. هي طبقة سياسية إقطاعية هيمنت على الدولة من أجل مصالحها وليس من أجل مصالح المجتمع. هذا هو الدرس الأهم الذي تعلمه العراقيون بدقة. الآن هناك إجماع عراقي على هذا الدرس. قبل 2018 أو 2017 كانت هناك شكوك أنه هذه الطبقة السياسية يعني تواجه تحديات كثيرة. نعم فيها شيء من فساد، فيها شيء من عدم القدرة على الإنجاز، غياب الكفاءة، الاعتماد على الولاء وليس على الكفاءة إلى آخره. ويعني أعتقد جزء من المجتمع كان يجد الأعذار لهذه الطبقة السياسية. لكنه بعد 2017 و2018 ونهاية التهديد الإرهابي وضعت هذه الطبقة السياسية بإزاء الاختبار الحقيقي وفشلت فيه فشلا ذريعا. الدولة موجودة من أجل هذه الطبقة السياسية وليست من أجل المجتمع. وأنا أعتقد المشكلة الأساسية هنا، الصدام الأساسي هنا، وبالنسبة لي هذا صدام حتمي سيأتي في المستقبل القريب إن لم تقم الحكومة ببعض الإجراءات الحقيقية وليس الترقيعية. يعني ليس إجراءات التجميل، الإجراءات الحقيقية التي تقنع الشعب، تقنع المجتمع أن هذه الدولة ذاهبة نحو حماية مصالحه. بمعنى فرص عمل، خدمات، كهرباء، الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطنين العراقيين. يعني هذه أشياء أساسية المجتمع كان مستعداً أن يضحي بها قبل 10 سنوات أو 15 عاما بانتظار الانتهاء من التهديد الإرهابي. زين دكتور، يعني مسألة الاتفاق الإطار الاستراتيجي، في كثير من البنود اللي بدينا نشتغل عليها بالعراق لكن بعدها هم محتاجة شغل أكثر، منها بدنا نحكي على التعاون الثقافي، على التعاون الاقتصادي، على الاستثمار أكثر. ما كل هذه الأمور ممكن تساعد العراق في تحقيق كل هذه الطموحات؟ أتفق معك تماما، لكن ليس لدى العراق رؤية ووحدة قرار للاستفادة من اتفاقية الإطار الاستراتيجي. هذا مختصر الكلام. يعني هناك فوضى في الدولة، التعاطي مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي على نحو مصلحي وآني. يعني البندان الوحيدان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللذان تحقق بعض الإنجاز فيهما هو البند المتعلق بالدفاع. الولايات المتحدة تساعد العراق يعني في تدريب القوات العراقية، بيع الأسلحة وما إليه. يعني موضوع الدفاع والأمن كان أساسيا للولايات المتحدة منذ البداية، كما كان أساسيا للعراق وعلى نحو صحيح. والجانب الآخر هو جانب الطاقة المتعلق باستثمار الشركات النفطية الأمريكية في العراق، وهذا حصل وإن كان على تراجع على مدى السنوات الأخيرة، يعني بسبب سوء الإدارة العراقية، وأنا أعتقد قضايا أخرى متعلقة بالفساد. هناك رغبة بجلب شركات صينية وروسية يمكن أن تقبل بصفقات فساد لا تقبل بها الشركات الأمريكية. الأولويات ينبغي أن تكون عراقية. هناك حكومة عراقية فعلا
راغبة بالاستفادة من اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتنظم أمورها على هذا الأساس وليس تذكر هذه الاتفاقية. شكرا دكتور. في حالة الأزمات العراقية. أسمع من سفير سليمان فيما تبقى من الوقت. سعد سفير، مستقبل العلاقات في حكومة السوداني في عام 2023. أعتقد أن أمريكا ستستمر في إيجاد سبل للتعاون مع السوداني وحكومته. أولويات السفيرة رومانوفسكي هي التي سيتم واستمر التركيز عليها. سيستمر طبعا التعاون الأمني، خاصة في تدريب القوات العراقية للتأكد من عدم عودة داعش وسيطرته على أراضي عراقية. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، عام سعيد عليكم جميعا أنتم وسادة المشاهدين. أشكر ضيفي من واشنطن السفير الأمريكي الأسبق في العراق سيد دوغلاس سليمان، أيضا أشكر الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عقيل عباس، وأيضا أشكر السيد كينيث كاتسمان كبير الباحثين في مركز صوفان في واشنطن. الشكر موصول لكم سادتي. خلصت حلقة اليوم، وإن شاء الله حلقات جديدة نتابعها معاكم في الأسبوع القادم. خليكم دائما ويانا، تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. في أمان الله.